السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع فيديو جديد من فيديوهات المصحف المعلم للأطفال. أنا سأقرأ أولا وعبد العزيز سيقرأ ثانيا، ثم نعلق على بعض أحكام التجويد في نهاية الفيديو. فلنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. شري. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجن والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. كلمة الناس حرف النون مشدد فيجب فيه غنى، فكما نعلم أن حرف النون أو الميم إذا كانا مشددين وجب فيهم الغنى، ومن العلماء من قدرها بمقدار حركتين، فنقول الناس هكذا. إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو، ونراكم في فيديو جديد قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.